بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بحضراتكم وفيديو جديد. النهاردة الفيديو بتاعنا بيتكلم على القانون رقم 175 لسنة 23 المنشور في الجريدة الرسمية في 30 أكتوبر 2023 والخاص بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005 وتعديل المادة رقم 8 لثالث مرة في 23 وتعديل طبعا الشرائح وفي نفس الوقت كمان إلغاء شريحة من الشرائح الموجودة. طبعا آخر تعديل كان صدر كان القانون رقم 30 لسنة 23 وكان استبدل طبعا كان رفع حد الإعفاء الشخصي وفي نفس الوقت كمان كان غير في الشرائح كويس ورفع الشريحة الأولى لغاية 21,000 اللي هي بسعر الضريبة صفر. وكنا طبعا عملنا له فيديو وشرحناه وكنا في إكسل طبعا زي ما احنا متعودين دايما بيبقى مرفق، والمرة دي برضو إن شاء الله نفس الكلام. لما نيجي بقى للقانون 175 هنلاقي إن التعديلات اللي تمت، أولا الإعفاء الشخصي كما هو 15,000 جنيه، ولكن ما تم تغييره هو الآتي: الشريحة صفر أصبحت من 1 ل 30 بعد ما كانت في القانون 30 من 1 ل 21. إذن بالنسبة للمرتبات إحنا دلوقتي بقى عندنا إعفاء شخصي 15,000 و30 يبقوا 45,000 جنيه. طيب الكلام ده هيتطبق من إمتى؟ الكلام ده القانون صادر في 30 أكتوبر، ولما هننزل لتحت عشان دي حتة مهمة وشايف الجروبات كلها بتتكلم عليها، بيتكلم ينشر هذا القانون ويعمل بيه اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره. طبعا اليوم التالي ده اللي هو 31 اكتوبر، يعني معنى كده ان حضرتك عايز تحسب يوم واحد بس طبقا لهذا القانون، ولكن طبعا يعني انا يعني ما انصحش طبعا هتبقى الدنيا لخبطه جامد قوي، ولكن خلاص كده احنا عندنا ثلاث تسويات ان شاء الله بقى ربنا يدينا ويديكوا الصحه في اخر السنه. احنا بقى عندنا من 1/1 لغايه 30/6 هناك شرائح، وبعدين اتغير القانون 30 جه فعملنا 7 و8 و9 و10 كمان على القانون 30، ودلوقتي شهر 11 و12 هيبقى على القانون 175. وزي ما احنا قلنا القانون 175 جه هنا في الشريحه الاولى الصفريه وخلاها لغايه 30، وبعدين لغى الشريحه اللي هي كانت 2.5 او بسعر ضريبه 2.5% اصبح ما فيش عندنا 2.5%، وبالتالي اصبح ان بعد كده الكلام ده طبعا للناس اللي صافي دخلها لا يتجاوز 600,000 جنيه، اصبحت الشريحه الاولى من 600 ل 700 اصبحت تبدا من 1 ل 45، ومن 700 ل 800 من 1 15%، ومن 800 ل 900 20%، ومن 900 لغايه مليون 22.5%، وما فوق المليون و200 هي من 25%. اذا هذه التغييرات أصبحت موجودة عندنا، وإحنا طبعًا زي المعتاد إحنا عملنا أبديت للإكسلة بتاعتنا، وبرضه بسرعة كده مع مثال عملي عشان حضراتكم تبقوا عارفين، دي لو صافي الدخل لم يتجاوز 600,000، وطبعًا ده تاني مرتبات والأفراد، تمام؟ الشركات طبعًا زي ما إحنا فاهمين لها شريحة واخد بالك إيه موحدة. طيب، اللي هو بيسموه فلات ريت يعني. طيب زي ما أنتم شفتوا كده، والله أنا عندي مثلًا 50,000 جنيه صافي دخل، فهاجي يبقى انا هنا هاخد الشريحه الصفريه والشريحه الثانيه والثالثه ولم يتجاوز طبعا 600,000، فهاجي هنا واعمل مثلا 50,000، فهبص الاقي ان هنا الضريبه المستحقه عليا 2250. جبناها ازاي؟ طبعا الشريحه الاولى صفريه، الثانيه عليها 1500، وهنا من ال 45 ل 50 5000، ف 15% ب 750، جمعنا دول اصبح عندنا هذه ضريبة. والإكسلة دي هتكون موجودة طبعا في لينك تحت الفيديو. طيب لو من 600 ل 700 برضو نفس الكلام، هشوف مثلا عندي صافي دخل مثلا 500,000 جنيه، 550,000 جنيه، هاجي للشريحة الأخيرة 550 مثلا، فهبص الاقي هو حسب لي هنا الشرايح الضريبة لكل شريحة، وبعدين جيت أنا هنا جمعت لحضرتك الضريبة الإجمالية كلها من هنا كده، تمام؟ برضو زي ما احنا متعودين من 700 ل 800 برضو ممكن نيجي نعمل هنا اكزامبل اهو 700,000، خلاص برضو نفس الكلام هيديني كل شريحه اهي حسب الريت بتاعها، وانا عامل هنا واخد بال حضرتك طبعا تجميع لاجمالي الايه؟ الضريبه زي ما احنا
متعودين. طيب تمام، برضو انا جيت هنا تمام عشان برضو الاكسل اهي، ومن 800 ل 900، وطبعا من 900 طبعا هنا اتلغى وبقى عندي ثلاث شرائح فقط اللي هي تبدا من 20 زي ما احنا اتفقنا، وبرضو عدلنا هنا الاكسل عشان تبقى واضحه لحضراتكم اهو. وهنا برضو عندنا نفس الكلام زي ما انتم شايفين. طيب نفس الكلام لل 900 لمليون، وهنا برضو فيما يتجاوز المليون و200 بقى عندي شريحتين فقط، ال 25 وال 27 ونص. وطبعا هنا خلوا بالكم انا عامل 1300، انما هي طبعا هنا بيقول ما يتجاوز المليون و200، فانا يعني لو عملتها صفر كانت هتطلع كده بالناقص، فيعني ناخد بالنا ان احنا طبعا هنحط فوق المليون و200 ممكن بقى اي رقم، مليون و500 مثلا كويس، او اي رقم انت عايزه، ولكن برضو هيدي لك هنا الشرائح خلاص اللي موجوده اهي. وهنا برضو نفس الايه، نفس الكلام، ولكن هنا ناخد بالنا من الحته ديت. طيب ده كان عرض سريع للاجزاء الخاصه بالتغيير اللي حصل في القانون 175، وزي ما احنا قلنا القانون ده هيبدا تطبيقه. احنا كده بقى عندنا يعني معنى كده ان انا بعمل دلوقتي اكتوبر، خلاص اكتوبر دوت، يبقى معنى كده ان عندي السداد الشهري الخاص باكتوبر انا هعمله حسب القانون 30، لان شهر 3 طبعا اللي هو بقى عايز يعمل 30 يوم ويوم واحد في القانون ده هو حر طبعا، ولكن انا هعمل عن نفسي على القانون 30 31 يوم خلاص. وبعد كده ان شاء الله 11 و12 هنعملهم طبقا للقانون 175. متشكر لحضراتكم، وان شاء الله نشوفكم في فيديوهات تانية على خير. تابعونا على اليوتيوب وعلى الفيسبوك وعلى التليجرام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.